أصدر مصرف لبنان المركزي قراراً يسمح للمودعين بسحب 150 دولار شهرياً من الحسابات المفتوحة بعد 31 من أكتوبر لعام 2019. وقال مصرف لبنان المركزي في سبتمبر الماضي أنه يسعى إلى تدشين منصة للعملات الأجنبية تديرها بلومبرغ بعد الإلغاء التدريجي لمنصته صيرفة التي تعرضت لانتقادات بسبب الافتقار إلى الشفافية والحوكمة. وإلى أسعار النفط التي تراجعت بعد بيانات الوظائف الأمريكية القوية مسجلة خسائر أسبوعية تجاوزت 7%، وسجلت العقود الأجلة لمزيج برنت انخفاضا بنسبة 1.74% لتبلغ 77 دولار 33 سنتا للبرميل، فيما سجلت العقود الأجلة للخام الأمريكي انخفاضا بنسبة 2.9% مسجلة 72 دولار 28 سنتا للبرميل، فيما تراجعت أيضا أسعار المازوت عالميا بنسبة بلغت 1.5% مسجلة دولارين 2.67 سنتا للتر. في المقابل صعدت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة بلغت 1.41% مسجلة 2 دولار تقريبا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. كشفت بيانات وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية كشفت أن إيرادات الأعمال وأرباح صناعة الإنترنت في الصين سجلت نمواً مضطرداً في العام الماضي، وأشارت البيانات إلى أنه في العام 2023 ارتفع إجمالي إيرادات شركات الإنترنت الكبرى وشركات الخدمات الكبرى ذات الصلة بنسبة بلغت 6.8%، وذلك على أساس سنوي مسجلة تريليون و 750 مليون يوان، أي حوالي 246.46 مليار دولار. أعلنت المفوضية الأوروبية عزمها تقديم مساعدات إنسانية بقيمة 26 مليون يورو، وذلك لدعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة لهم في تركيا والمتضررين من تداعيات الزلزال الكبير الذي ضرب البلاد مؤخرا. وذكرت المفوضية في بيان لها أن هذا التمويل سيعالج الاحتياجات الإنسانية الأكثر أهمية والناجمة عن أثار الزلزال وأزمة اللاجئين الإقليمية، وأيضا سيوفر خدمات الحماية للمجتمعات الضعيفة مثل طالبي اللجوء، مشيرة إلى أن 4 ملايين يورو من أصل المبلغ تم تخصيصها للتعليم في حالات الطوارئ.